ديفيد. تشرب ايه؟ ليه ناديتني باسم ديفيد؟ لازم اسم رأفة وحش. مش كفاية؟ مش كفاية عليا الاسم ده في اسرائيل؟ بالمناسبة ايه الأخبار عندهم؟ عشان ما أعرف بس الأول أنا بتكلم مع مين؟ اسم نديم هاشم. ده اسمك الحقيقي؟ تفرق معاك؟ تفرق كتير. اشمعنى؟ لأن عاوز ارجع مصر. طب ومال؟ ده حقك بعد المدة دي كلها. شوف يا سيد نديم، على فكرة السيد محسن ممتاز بيسلم عليك. ازيه؟ اخباره ايه؟ يا ترى هي فين اراضي دلوقتي؟ تصور سعادتك بعد ما قابلتك امبارح اتمنيت والله ان محسن بيكون موجود معانا الليله. مش هتشرب؟ انا هشرب بس انا برضه عاوز ارجع مصر. مش محسن ممتاز بس اللي بيسلم عليك، مين كمان؟ مصر كلها تسلم عليك يا رب. خدت الشر وراح. انت رايح فين؟ هجيب حاجة عشان ننظف الأرض. واجب كمان اني اطمنك على شريف. انا كنت حريص قبل ما اجي اني اعرف لك اخبارها بالتفصيل الممل. ازيها؟ خلفت ولد تاني. سميته ايه؟ رافض. لا لا، مش كل مرة. شغالين في إيطاليا غاليين قوي يا عم رأفت. كانت الليلة دي ليلة فاصلة في حياة رأفت الهجان. ليه الابتسامة دي في روح هجان؟ في رجبالي دايما صراع التعالب بيبقى فيه مشاهد محية. أنا عارف أنت تقصدي إيه، وبالتأكيد عندك حق في اللي فكرتي فيه، لكن تفضل بعد كده حقيقة شديدة الأهمية. إيه هي؟ إن الأسلوب اللي اتبعه نديم هاشم مع رأفت الهجان ما كانش له دخل لا من بعيد ولا من قريب بطبيعة العمل ولا بصراع التعالب زي انت ما قلتي. كانت المشكلة اللي واجهت نديم هاشم هي نفس المشكلة اللي واجهت محسن ممتاز قبل 4 سنين. ترويض رأفت. بالظبط. وعشان كده كانت المناقشة بينهم بتقفز من موضوع لموضوع، وكل واحد فيهم كان بيمهد للمعركة القادمة. لكن واضح قوي انك معجب بسيرينا هاروني. ده حقيقي. يا ترى الى اي مدى وصل الاعجاب ده؟ لا لا، ارجوك ما تفهمنيش غلط يا سيد نديم. انا سر اعجابي بسيرينا هاروني انها عارفة هي عايزة ايه بالظبط. عاوز اعرف ايه السر اللي خلاك تفتكرنا النهاردة. انت نسيتي ان انا عضو في الاستدراط؟ انت عضو في منظمات كتيرة قوي، ويبدو ان الاستدراط اقلها اهمية عندك. ازاي احسن صورتي في عينيكي؟ اقدر اعتبر السؤال ده نوع من الغزل؟ لا مش بتهيألي، ولو ان الفكرة دي راودتني كتير قبل كده لولا ان عرفت ان ليكي اصدقاء كتير
أقرب مني. زي مين؟ ديفيد سامحون. خش في الموضوع. أقسم لك يا عزيزتي. بإيه؟ يا للدرجة دي فكرتك عني سيئة؟ عشان ما تضربش أخماس في أسداس أحب أقولك إني عارفة كل اللي عمله أورلو زروف في اليومين اللي فاتوا. هو عمل إيه؟ أنت اللي هتقولي. أبداً، اللي هي المشكلة إن أورلو مندهش لأن ديفيد من يوم ما سافر وعلى غير العادة ما اتصلش ومحدش يعرف عنه حاجة. وأورلو مندهش ليه؟ أنت مش مندهشة؟ لا. جيفرت أهروني، ديفيد شارل سامحون اتعود من يوم ما فتح المكتب انه يتصل بجيفيري جادوسكي من اي مكان هو فيه، ومهما اتنقل من بلد لبلد لازم يديها خبر هو فين. المرة دي ما عملش كده عشان قرفان من ايه؟ اللي شافه ادم سامحون طول السنين اللي فاتت، خصوصا من صديقك اورلو زروف، كان متعب ومرهق. مش ممكن مناضل صلب زي ديفيد سامحون يتأثر بشوية مشاكل هايفة حصلت بينه وبين شريكه. هو ده اللي انت مش قادر تفهمه. الجماعة المناضلين اللي زي ديفيد سامحون بينضلوا في دماغهم فكرة مسبقة عن عالم مثالي يستحق الواحد فيهم ان يضحي فيه بحريته ويمكن بحياته عشان يحققه، فلما بيصطدم بالواقع بتنهار صورة المثل الأعلى وبتبقى الأمور صعبة جدا عليه. تفتكري؟ ما افتكرش وما اعرفش حاجة أكتر من اللي قلته لك أدون أزرع. سعيدة إني شفتك. شالوم جيفرت أهروني. شالوم أدون أزرع. تقدر تروح أنت نينو، أنا حقفل المكتب. مرسي مرسي جيفرت. بكرة تيجي في الميعاد الصبح نينو. أوكي جيفرت. ماجي تورز. عرفتوف جيفرت جادوسكي؟ عرفتوف. مدام أهراني بتتكلم. جيفرت أهراني، مرحبا. يا ترى ايه أخبار ماجي تورز؟ ماجي تورز بخير جيفرت أهراني. وديفيد ايه أخباره؟ في حاجة معينة عاوزة تعرفيها جيفرت أهراني. كنت بسأل إذا كان ممكن أشوفك الليلة. الليلة؟ الليلة؟ ما أعتقدش إن عندي حاجة مهمة. يا ترى جيفرت أهراني، في حاجة مهمة قوي. بالتأكيد. أوكي، أنا تحت أمرك. تحبي نتعشى في السيجال ولا تعدي عليا في البيت؟ مش هيكون في حد غيري أنا وإنتي. ده توقف على الموضوع اللي هتكلميني فيه. يبقى خدي عنوان البيت وأنا هكون في انتظارك بعد نص ساعة بالظبط. أنت لو شفت طارق دلوقتي مش هتعرف. يا سلام، كبر يا سيد نديم. بسم الله ما شاء الله بقى طول. يا سلام، شفته يا سيد نديم؟ من بعيد طبعا. واخبار رفيق ايه؟ بقى عقيد قد الدنيا، ماسك مركز ممتاز دلوقتي. ومصر؟ مصر بخير يا رافت. بنبني ربني في كل مكان وفي كل مجال، في الصناعة والزراعة والاقتصاد والتعليم، في الفنون والأداب، في الجيش، في العلوم. بنشق طرق وبنقيم مصانع ومدارس وبنستصلح أراضي وبنبني السد العالي. مش معنى كلامي طبعاً إن إحنا عايشين في جنة، أكيد في أخطاء، بس المهم إن إحنا مش واقفين. انت لو شفت مصر دلوقتي مش هتعرفها. للدرجة دي؟ بعد عدوان 56 انطلقنا. بركة فيك. ممكن تحكي لي شوية عن مصر؟ مش قبل ما تحكي لي انت عن اسرائيل. انا احكي لك كل اللي انت عاوزه، بس سيادتك لازم تعرف حاجة من الأول وبوضوح. ايه هي؟ أنا لحد كده وتعبت. أكيد
احنا عارفين، او على الاقل نقدر نتصور انت تعبت قد ايه في اسرائيل الكام سنه اللي فاتوا. بس علشان نعرف اكتر لازم نعرف انت عايش ازاي في اسرائيل. بصراحه رأفت، انا محتاج اتعلم حاجات كتير عن اسرائيل، وانت اصبح ليك خبره كبيره بالمجتمع الاسرائيلي، ودي خبره لازم نستفيد منها. انت سيادتك عاوز تعرف ايه بالظبط؟ كل حاجه، كل اللي عرفته اللي عشته اللي اتعلمته، كل اللي جرالك. شوف يا سيد نديم، ممكن استاذنك في حاجه الاول؟ اه طبعا، اتفضل سيادتك. ايه رايك؟ ايه ده، تسجيل ده ولا ايه؟ عايز بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثة أربعة. سيادتك عايزنا نبتدي منين؟ من يوم ما اتولدت. ها؟ الكلام ده علشان التاريخ يا رأفت. شوف يا سيد نديم، أنا اسمي بالكامل زي ما سيادتك بالتأكيد عارف، رأفت علي سليمان الهجان. أبويا الله يرحمه الأستاذ علي سليمان الهجان، ناظر مدرسة النجاح الثانوية للبنين. محدش وقف جنبي في الايام الاخيره غير اس البرونسكي. دي السكرتيره بتاعتك مش كده؟ اه، من يوم ما بدات الشركه. لكن المشكله اللي تحبك في علاقه بينكم؟ مش عاوزه تجاوبي على سؤالي استر. جيفرت قهروني. انا سيرينا استر، سيرينا سيرينا، أنا مش عاوزة أكتب عليكي. وأنا عاوزة الحقيقة. أنا بحب ديفيد، بحبه حقيقي. وهو بيحبك؟
طب ازاي يا سيد نديم؟ الناس ازاي وهي بتحب واحد تاني؟ تنسيت انها بتحب ديفيد شارل سامحون؟ مش رأفت الهجان؟ مش لاقي رد إستر. ساعات بحس انه بيحبني فعلا. ديفيد طيب، حنون، دافي، رقيق، لكن احيانا بحس انه مش فاضي للحب. كان لازم تفهمي ده من الاول. افهم ايه سيرينا؟ اللي زي ديفيد سامحون عاشوا حياه صعبه جدا. اللي زي ديفيد ضيعوا حياتهم وشبابهم في الدفاع عن القضيه. جزء كبير من حياتهم راح في السجون او الاختفاء من البوليس او مطارده الاخرين. عملوا كل حاجه للوطن وما عملوش حاجه لنفسهم. عشان كده لما بيرجعوا للحياه الطبيعيه بيبقى عندهم احساس دفين بالظلم. يمكن لان المجتمع اللي حاربوا علشانه ما ادهمش اللي كانوا منتظرينه منه، ويمكن لان اللي زيهم ولا حربوش ولا نضلوش امنوا حياتهم ومستقبلهم. عشان كده بيبقى احساسهم في تعويض اللي فاتهم اهم كتير من العواطف. بيتهيألي ان ده من حقه. وبعضهم بيحس ان العواطف ممكن تعطلهم. وما تنسيش ان ديفيد جاي من مجتمع مصري. يعني ايه؟ انت اتولدتي هنا ولا في بولندا؟ انا اتولدت في بولندا لكن رجعت اسرائيل وانا صغيره. قدرتي تتخلصي من عادات المجتمع البولندي؟ بالعكس، انا بتهيالي اننا تمسكنا بالعادات دي اكتر لما رجعنا اسرائيل. ليه ديفيد ما يبقاش زيك؟ يعني ايه؟ ديفيد مصري. ديفيد اسرائيلي اولا لكن جاي من مجتمع شرقي. لاحظي انك متجوزه. هو دايما بيقول كده. جوزك ظابط في جيش الدفاع ودايما يقول كده كمان. فهمتي قصده؟ خلينا في المهم. لو اورلو اتصل بيا تاني اقول له ايه؟ انتي ليه ما قلتيش لاورلو ان ديفيد في جنوة؟ نفس السؤال اللي ساله لي الياهو. عندك رد؟ لان مش من حقه انه يتدخل في شؤون الشركه. مش من حقه انه سيرينا. اقدر اعرف ايه سر اهتمامك بالموضوع ده؟ انت عارفه اللي ابيبه الكلام فيها. هو اورلو اتكلم بالتاكيد. وانت قلقتي على ديفيد؟ انا ما قلقتش انما حبيت اعرف الحقيقه. اسمح لي اقول لك يا سيد نديم انكم بتدوا اسرائيل دي اكتر من حقها. ازاي؟ اصل حكايه الولاء للوطن اللي احنا بنحس بيها في مصر او بيشعر بيها اي مواطن في اي دوله من دول العالم يعني مش موجوده في اسرائيل بنفس المعنى. يمكن عشان معظمهم من دول تانية؟ ده مش ده بس السبب، فيما هو اهم. ايه هو؟ الاسرائيلي حد جدا في دفاعه عن الارض دي لانه حاسس انه اغتصب حاجه مش بتاعته. هو يمكن يكون مقتنع صحيح ان ربنا سبحانه وتعالى وعده بالارض دي، لكن هو عنده احساس دائم ومستمر بالخوف. من ايه؟ من ايه؟ من صاحب الارض اللي مصمم انه يستردها. الناس هناك عايشه في قلق وخوف، ترقب على طول. عندهم احساس غريب انهم مش مفقودين بس من العرب، لا دول مفقودين من كل دول العالم. وده سر اقبالهم على اللذات الحسيه؟ وده سر اقبالهم الشديد على العلاقات العاطفيه. عايزين يتحبوا يا سيد نديم، نفسهم يتحبوا. شوف يا سيد نديم،
لكن انت قلت لي ان سر اعجابك بسيرينا هاروني انها عارفه هي عايزه ايه بالظبط. ده حقيقي. طيب هي عايزه ايه بالظبط يا رب؟ ليه سألتني السؤال ده يا سيد نديم؟ لان اللي زي سيرينا هاروني بتبقى ثورتهم على الاوضاع سببها رغبتهم في الوصول بالمجتمع الى اكمل صوره. ايوه بس كلامها اللي هي بتقوله سببه ايمانها الشديد بالمجتمع الاسرائيلي ورغبتها في التخلص من الفساد اللي فيه. بالتالي الظروف اللي مرت بها اسرائيل في الكام سنه اللي فاتوا اثرت على نشاط الشركه بشكل ملحوظ. هو حقيقي فعلا نشاط الشركه اتاثر عندي خصوصا بعد اورلو ظروف ما سابني. احسن انه سابك. انت ما بتتعبش من الكلام، الساعه بقت 2 إلا 5. ما هو لاحظ ساعتك كمان اني ما بكلمش هناك. تصور واحد بقاله 4 سنين بيسمع وبس. انت تروح ترتاح لك شويه دلوقتي ان لسه قدامنا شغل كتير في الكام يوم اللي جايين. هو احنا لسه قدامنا معاك فلوس كفايه؟ ايه ده؟ انت اكيد محتاج فلوس اليومين دول. انا اخدت شيك النهارده الصبح من ادرياتيكا. شيك ده بتاع ماجي تورز. انت محتاج انك تتفسح وتشتري هدوم وتعمل شوبينج وتجيب هدايا. سيد نديم انا دي فلوسك يا رأفت. حقك. فلوسي؟ حقي؟ انت ناسي يا سيد ان مرتبك بيتحول كل شهر على البنك من يوم ما سافرت لحد النهارده. يلا بكره في نفس الميعاد. بكره في نفس الميعاد. ما تنساش النهارده وانت داخل اللوكاندا لازم يبان عليك انك انت قضيت ليلة عظيمة. إلا بالمناسبة يا سيد نديم كان نفسي أسألك على حاجة من ساعة ما جيت. مستني إيه؟ اللي أنت لما قابلتني امبارح بالليل كنت سكران بصحيح؟ ها؟ كل دي شرايط؟ كان لقاء متعب اكيد. شيء غريب يا عزيز. هو ايه اللي غريب؟ الشاب ده مش طبيعي، ملكاته غير عادية. ده كنز يا عزيز، كنز حقيقي. وايه اخباره؟ عاوز يرجع مصر. كانت المشكلة اللي واجهتني في ليفربول إن صاحب الشركة استكتر النسبة اللي طلعت لي من الصفقة اللي عملتها مع السفارة المصرية في لندن، ولما بعتني أمريكا كان ناوي. برونتو؟ إيه ده؟ أنت متأكد؟ طيب شكرا.
رأفت رجع اللوكاندا؟ طفى النور ونام. خير ما فعل. عاوز تقول حاجة يا عزيز؟ لسه تليفون أسر بتاع امبارح مش مريحني. ما احنا اتفقنا خلاص. انت ما فتحتوش الليلة؟ ما كانش ممكن. أنا شايف إن 48 ساعة في جنوة بعد توقيع العقد مع الشركة كفاية جدا. بكرة الفرصة هتبقى قدامي أحسن. رأفت بقاله مدة بعيد عن إسرائيل وما كلمش إستر لحد دلوقتي، ولسه قدامه مشوار فرنسا، يبقى لازم يسافر فرنسا بأسرع ما يمكن. عزيزي يا جبالي، أصله لو نفذ الخطة اللي إحنا حطيناها هيبقى ده جزء من التدريب هينفعه وهيوفر له وقت في المستقبل. بقول لك ايه، سيبنا نام لو سمحت، انا عندي ماتش بكره يهد الحيل. تصبح على خير. هذاك بالظبط. تحب اعمل لك قهوه ولا شاي؟ لا انا عايز اعمل بيدي فنجان قهوه ساده دبل مغليه. مالك مالك يا رافض؟ شوف يا سيد نديم، انا هقعد معاك وهحكي لك على كل اللي انت عاوزه، بس أنا عاوزك تعرف حاجة مهمة. إيه هي؟ أنا مش هتراجع عن موقفي. موقفك؟ شفت بقى؟ إيه؟ مالك؟ أهو ده اللي أنا كنت خايف منه. ده اللي ما خلانيش أنام طول الليل. بتتكلم على إيه؟ سيد نديم، أنا تعبت. أنا تعبت وعاوز أرجع مصر فعلاً. انت عايز ترجع مصر ولا عايز تزور مصر؟ لا انا عاوز ارجع. انا ممكن ازور مصر؟ اي مواطن من حقه يزور بلده مهما كانت الظروف. امتى؟ لما اجهز لك رحله. بس طبعا انت عارف ان الرحلات اللي من النوع ده لازم يكون لها ترتيب بشكل معين، ولازم تتحط لها خطة محكمة ما فيهاش أي ثغرة. أمنك لازم يجي في المقام الأول. تقدر تعتبر ده وعد مني. لكن إيه فايدة وجودي في إسرائيل إذا كان شغلي مش عاجبكم؟ لا ما أنت لازم تتعلم شوية حاجات وتتدرب على حاجات تانية علشان شغلك يعجبنا. ثم ان حكايه الفلوس دي برضو عامله لي قلق مزمن. ده امر طبيعي، وطبعا فاكرني نصاب ومحتال. لا رافض، الكلام ده مش صحيح. احنا عارفين انك وطن، واثقين في امانتك، متاكدين انك بتضحي علشان البلد، وعارفين كويس قوي الخطر اللي انت بتتعرض له، مقدرين قد ايه القلق اللي انت عايش فيه، وإلا ما كنتش هبقى موجود معاك دلوقتي. لا يا سيد نديم، لا. على العموم أنا قلت لك اللي فيها، قرار بعد كده قرارك وأنت حر فيه تماما. أنا لسه هرجع إسرائيل تاني، لسه هقولهم إن مش سامحون هو اللي. بالعكس، أنت بعد كده مش هتجيب سيرة سامحون نهائي. إزاي يعني؟ زي الناس. انت ما عندكش فكره حالتي هتبقى ايه لو ظهر مسيو سامحون ولا ماجي ولا حتى ايفيت في اي يوم من الايام وقالوا اني ما كنتش باخد منهم فلوس؟ ما تخافش من النقطه دي، لا سامحون ولا بناته هيظهروا. تضمن منين؟ لان سامحون تعيش انت رافض.